أقام نادي الفحص الأرثوذكسي بمقره معرضاً ومحاضرة بعنوان الهاشميون والأردن بعيون زهراب مصوري جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال. تخلل المحاضرة حوار موسع بين المصور زهراب والحضور الذين استعادوا أجمل الذكريات عن الملك الراحل والمواقف العظيمة في حياته. وبعد المحاضرة التي شهدها عدد كبير من المسؤولين والوجهاء وجمع من المواطنين، جال الحضور في المعرض الذي اشتمل على عدد كبير من الصور النادرة لجلالة الحسين وجلالة المغفور لها الملكة علياء وعددا من أفراد الأسرة الهاشمية. وقد أبدى الحضور إعجابهم بهذا المعرض الذي اعتبروه إرثا إنسانيا عظيما يعكس سلوك وتواضع الملك الباني الذي كان مثالا للحكمة والخلق الرفيع. أهم إشي إنه يكون رسالتنا إنه إحنا واحد وإحنا مش اثنين، إحنا بنكمل بعض. يعني الملك عبد الله هاشمي والأردن بكملوا بعض، فخلينا نكون واقفين مع الملك عبد الله. هذا هو الرسالة من المحاضرة اليوم ومن المعرض اللي عملناه.